صحيا دائما، وفي ظل الارتفاع المستمر لمرضى السكري بالجزائر، يصاب حوالي 100,000 منهم بقرحة القدم، أحد المضاعفات الصحية وإحدى المضاعفات الصحية الخطيرة التي غالبا ما تؤدي إلى بتر الساق. نتابع تفاصيل هذا الموضوع مع صابرين أبو عبلة وكذلك ليليا داود. تحصي الجزائر أكثر من 200,000 إصابة بقرحة القدم السكري، من بين أهم تعقيدات داء السكري التي غالباً ما تؤدي إلى بتر الأرجل. نفس السنة الماضية وما زال يعني الأرقام قلت راهي في تزايد، سجلنا أكثر من 200,000 حالة للمصابين بالسكري اللي عندهم مضاعفة تاع قرحة القدم السكرية. العناية الجيدة بالقدمين هي ضرورة حتمية لمرضى السكري لتجنب المضاعفات الخطيرة، لذلك يؤكد المختصون على أهمية الوقاية قبل حدوث التقرحات. Faut savoir qu'il y a 4 millions de diabétiques dans votre pays avec 20 000 amputations par an, donc c'est énorme et donc il faut apporter une solution. Et donc notre nouveau concept est vraiment innovant et apporte la solution pour les diabétologues. On va prévenir de la formation d'un petit bobo au niveau de l'orteil par exemple qui va dégrader à l'amputation. الوقاية حاجة سهلة، واحد لازم يشوف رجليه، لازم ينقيهم، لازم يتفقدهم ريغوليرمون، معناتها او موا مرة في الجمعة يتفقد رجليه، يشوف ما بين سبعتين رجليه، يشوف الجراحي لا كاينين. رغم أن التشخيص المبكر قد يجنب المريض بتر القدم، إلا أن الوقاية تمثل الحل الأنجع لتفادي المضاعفات السكري، خاصة وسط الانتشار الكبير للمرض بالجزائر.